عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابن فلسطين منير الجعبري. اليوم رسالتي للدول العربية كلياتها بحب أحكي لهم إنه إحنا منحبكم كثير وما منستثني أي حدا، لكن حبي للجزائر نوع مختلف. أنا لما أشوف أطفال ما بتتجاوز أعمارهم 5 سنين والست سنين والسبع سنين بذكروا اسم فلسطين، بتعلموا بالمدارس على حب فلسطين، بتعلموا بالمدارس على مقدسات فلسطين. لما تمشي بالشوارع وتشوف أعلام فلسطين مرسومة على الحيطان، لما تشوف على دورهم محطوطة أعلام فلسطين، لما تشوف بكل بيت موجود أعلام فلسطين، ما بتفتخر بالشعب الجزائري؟ شعب الجزائري بحب كل الناس، أنا بحكي لكم عنهم، بحبوا كل العرب وبحبوا كل المسلمين، أنا عنهم بحكي. وإحنا دائما ما بنستثني أي حدا، إحنا كنا أخوان وكنا دم واحد وكنا مسلمين وما بنستثني أي حدا من حبنا. لكن أنا بالنسبة إلي حبي للجزائر نوع مختلف، مش تمييز لا سمح الله، لا والله. لكن لما أشوف كل هاي الشغلات تتجمع بشعب واحد بحس إنه الجزائر هي فلسطين وفلسطين هي الجزائر، وأنا بفتخر فيهم وبحكيها قدام العالم كلياتها إنه ما في قوة في العالم كلياتها بتفرق الشعب الفلسطيني عن الجزائري، وما بتفرق الجزائر عن فلسطين، لأنه إحنا والشعب الجزائري دم واحد، وكلنا المسلمين دم واحد، وكل الدول العربية دم واحد، لكن حبي وحبهم نوع مختلف. وقلت لكم قبل هالمرة حاشا لله إني أميز بيناتكم، لكن اليوم بحكيها قدام العالم كلياتها وبحكيها قدام الدول العربية كلياتها، حبي للشعب الجزائري أكبر من أنتم ما بتتخيلوا. قد ما قعدتوا تتخيلوا أنا قديش بحب الشعب الجزائري، ما رح توصلوا لنقطة من حبي لهم. كثير ناس بتقول طب ليش مثلا ما الجزائر تساوي إشي لفلسطين؟ ليش ما يحرروا فلسطين؟ أنا بقول لك ليش. الشعب نفسه يحارب فلسطين، لكن هذا أمر من ربنا. ربنا بالأخير بده يوحد المسلمين، ربنا بالأخير بده يوحد المسلمين ويخليهم إيد واحدة. وإنتوا بتعرفوا كلياتكم إنه الشعب الجزائري لو يطلع بإيده بيسويها، لكن هذا أمر ربنا، هذا أمر من الله. ربنا بده يتمم أمر في الأرض وبده يوحد المسلمين. فأنا اليوم بقول لأخواني الجزائريين أنا سعيد جدا في حبي إلكم، وبتمنى الأمان على كل الدول العربية، وأنا بفتخر بإخواني العرب كلياتهم وبشكرهم كثير، وعلى مواقفهم القديمة اللي سووها مع الشعب الفلسطيني، وما بنستثني أي حدا. كل الاحترام لكم وكل التقدير لكم وشكرا لكم، وإن شاء الله إنه راح نصلي إحنا وكل المسلمين في الأراضي المقدسة وفلسطين. وتحياتي لكل إخواني المسلمين وكل الدول العربية، وشكرا لكم.